كتير رضا وبسمة مرحبا 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 احبائي عمو يزيد راهو فرحان بزاف 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 اللي راكم معاه اليوم هنا وانتم راكم فرحانين اذا مرحبا بكم احبائي كما راكم تشوفوا عمو يزيد حب انه في فصل الصيف هذا نديروا حاجه جديده نديروا حله جديده لحصه مع عمو يزيد هذه الحله هي اننا نكونوا في هذه المزرعه الجميله بمدينه زيرالدا تحبوا هذه المزرعه شكرا شكرا احبائي مزرعه جميله جدا وحنا جبناكم لهنا باش تشوفوا اشياء جميله تشوفوا ورشات تشوفوا حيوانات تشوفوا نباتات تشوفوا الزراعه تشوفوا عده اشياء اللي حتفيدكم في حياتكم وانتم كما راكم حاضرين معنا اليوم هنا وعمو يزيد راه يستضيف فيكم احبائي الاطفال اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما اصدقائنا اللي راهم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك أحبائي أنتم كي تسجلوا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com عليكم بشوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة والأطفال كامل حابين يحضروا في حصة مع عمو يزيد يا أخي إذن مرحبا بكم أحبائي مرحبا بكم قبل ما نبدأ الحصة استقبلوا معايا شكون جبنا البريد تاع أصدقائنا الأطفال ساعي البريد إذن أصدقائي أنتم اللي رسلتونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار أراء وملاحظات راح نستقبلوا البريد تاعكم اللي يجيبه لنا دانيل تعال وليدي تعال 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 وليدي تعال تعال روح برافو 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 قولوا واسمك وليدي واسمي دانيل 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 وين جبت لنا البريد جبت لكم البريد تاع الاطفال ايه تاع الاطفال برافو برافو اذا دانيل ضع البريد في علبه البريد هكذا باش عمو يزيد يقراه من بعد روح ديروا له هيك في علبه البريد برافو برافو وليدي برافو برافو اذا بريد اصدقائنا الاطفال اللي راح يقراه عمو يزيد من بعد اللي جابه لنا دانيل شباب ساعي البريد اصغر ساعي بريد اللي ساعد عمو يزيد شكرا شكرا دانيل احبائي في هذه الفتره هذه كاين ايام عالميه مهمه جدا 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 تحبوا الشطرنج لو جو دي شاك تلعبوه اذا في هذه الفتره هذه يوم 20 جويلية كاين اليوم العالمي للشطرنج دونك كل عام نتوقفوا باش نحتفلوا بهذه المناسبه هذه اللي هي لعبه جميله جميله جدا وتنمي العقل وتساعدكم في التفكير يا اخي احبائي اذا لازم تلعبوا الشطرنج يوم 21 جويلية كيفاش هو يوم عالمي للشيء كيفاش نسمو الماكله اللي ما تكونش صحيه الاكل اللي ناكلوه برا وكامل كيفاش نسموه الاكل السريع والاكل السيء احبائي لا موفيز بوف يسموها اذا يوم 21 جويلية هو اليوم العالمي ضد الاكل السيء احبائي ما لازمش تاكلوا هذاك الاكل السيء اللي ما يفيدكمش لازم تاكلوا الخضار تاكلوا الفواكه تاكلوا الحاجه اللي مطبوخه في البيت من المفروض يا اخي احبائي يوم 22 جويلية كاين عيد وطني 22 جويلية شكون هو اللي يحفظ الامان يخفف الزحام يحارب الاجرام شكون هو من 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 الشرطي يا احبائي الشرطي الشرطي رفيقنا الشرطي يحفظ الامان يحارب الاجرام اذا يوم 22 جويلية هو اليوم الوطني للشرطه نسموه عيد الشرطه بالك تسخسوني تقولوا لي علاش عيد الشرطه عيد الشرطه لانه منذ 22 جويلية 1962 اصبحت الشرطه جزائريه بعد الاستقلال استقلينا في 5 جويلية 1962 ولكن في 22 جويلية 1962 هو عيد الشرطة أحبائي يا أخي
تحبوا الألغاز؟ والهدايا؟ الهدايا كذلك. عمو يزيد راح يطرح عليكم لغز. هذا اللغز من المفروض سهل. اللغز هذا يقول: أخت خالتك ليست خالتك، من تكون؟ أخت خالتك ليست بخالتك، من تكون؟ سهلة ولا واعرة؟ سهلة. إذا أحبائي فكروا فكروا في الجواب عن اللغز. أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا عبر التلفزيون يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي فكروا في الإجابة عن اللغز أنتم أصدقائنا المحاضرين معنا هنا لغاية نهاية الحصة. واليوم راح نكتشفوا حيوان. تحبوا الحيوانات؟ اليوم اخترت لكم حيوان جميل 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 جميل، هو الخروف. الخروف هو في حياتنا اليومية يا أخي أحبائي. راح نكتشفوا هذا الحيوان مع بنتي دنيا العلالي. تفضلي بنتي تفضلي. علي هاتفي. الخروف يسمى قطيعه الغنم، يطلق عليه ايضا اسم الكبش، وهو ذكر الاغنام، يعد من الثدييات، يعتبر من اوائل الحيوانات التي استأنسها البشر. كان رعي الأغنام مهنة أغلب الأنبياء، تتغذى الأغنام على الأعشاب التي تتوافر في المراعي، وكذلك على البذور والتبن والشوفان. هي من الحيوانات المجترة، هي ولها عدة فوائد يستفيد منها الإنسان كالصوف واللحم وحليب أنثى الخروف. هناك أنواع مختلفة من الخراف حول العالم، كما أننا نقوم بالتضحية بها في عيد الأضحى ونقترب بها إلى الله عز وجل. تتكون عائلة الأغنام من الكبش والأنثى، النعجة، وصغير بالحمل، يسمى صوت الغنم بالمأمأة. برافو 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 دنيا بنتي، برافو برافو برافو. إذن أحبائي الخروف موجود في حياتنا اليومية. أحبائي بما أننا في هذه المزرعة الجميلة الجميلة، عمو يزيد دال لكم أغنية جميلة نقول فيها: خذني معك خذني معك يا غالي يا أبتي، خذني معك خذني معك جاء وقت العطلة، خذني معك خذني معك أين؟ للمزرعة. إذا تغنوا معايا كامل: خذني معك خذني معك يا غالي يا أبتي. خذني معك خذني معك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة للمزرعة. جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأبتي إخواتي رضا وبسمة. جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة، إخواتي رضا وبسمة. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة للمزرعة. جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك حان وقت العطلة، خذني معاك خذني معاك للمزرعة للمزرعة. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل، تحلب معه الأبقار. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل، تحلب معه الأبقار. خذني معاك خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك خذني معاك حان
سلع ثلاثي. خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، وصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. برافو 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 أحبائي. جدي ينهض في الصباح الباكر الفلاح المزارع. يا أخي أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن رايحين دركا نروحوا لألعاب الخفة مع عمو مراد اللي جانا من مدينة البليدة. تصفيقة على عمو مراد. تصفيقة 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 على عمو مراد. تفضل تفضل عمو مراد تفضل 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 تفضل.
شكرا ام مراد، شكرا. عجبتكم العاب الخفه يا اطفال؟ هايله. اذا شكرا، شكرا لعم مراد اللي جانا من مدينه الورود، مدينه البليده. واش رايكم دركا نروحوا نكتشفوا معلومه في فقره هل تعلم مع دعاء العلالي؟ تفضلي بنتي، تفضلي. تصفيقه 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 على الدعاء. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. هل تعلم أن الأرض الزراعية تنتج ما يقارب من 80,000 نوعا من النباتات المفيدة والصالحة للأكل؟ برافو 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 بنتي دعاء، برافو برافو. إذا أحبائي، الأرض الزراعية تنتج عدد هائل من النباتات الصالحة للأكل. أحبائي الإنسان، على بالكم بلي الأكل تاعه كله من الأرض، من الزراعة. إذن الزراعة مهمة جدا جدا جدا. لذا حنا جبناكم هنا لهذه المزرعة باش تكتشفوا معنا عدة أشياء، ورايحين نحاولوا أننا من خلال الفقرات كامل دائما تكون مرتبطة إما بالزراعة، بالفلاحة، بالحيوانات كامل. يا أخي أحبائي، تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد راح يحكي لكم واحد الحكاية شحال شابة، هي حكاية البغبغاء والصيادين. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية جميلة جميلة جميلة. هذه الحكاية هي حكاية البغبغاء والصيادين. واحد النهار كان زوج كما هذا الشباب، هذا البغبغاء الجميل اللي راهو هنايا ولا هذا، كان عندهم عش كل يوم يروحوا كش ما يجيبوا الماكلة وكامل يجيبوا القوت اليوم ويعاودوا يرجعوا، يخرجوا الصباح ما يرجعوش حتى العشية. واحد النهار شافهم واحد الصياد، كانوا واحد زوج صيادين هكذا شافوهم. قالوا لازم نصيدوهم هادو، هما ما كانش على بالهم. خرجوا هكذا مع الصباح وراحوا، راحوا كاع طيلة اليوم هما يحوسوا على قوت اليوم وكامل. وهذوك الصيادين واش يديروا؟ كانوا يوجدوا لهم في الشباك، يديرهم لفيلي الشباك باش يحكموهم. هما مساكن ما كانش على بالهم. كي يرجعوا غير دخلوا للعش تاعهم، انطلقوا هذوك الشباك عليهم وحصلوا فيهم. واحد البغبغاء قال صاحبه، قالوا يا لطيف وش هو هذا، حكمونا الصيادين، خلاص حياتنا حبست، حياتنا ضاعت وخلاص. بالرغم انهم كل صباح كانوا ينوضوا ويتعبوا باش يروحوا يجيبوا قوت اليوم، كل يوم الصباح نهار كامل وهما يجروا باش يجيبوا قوت اليوم. كي حكمهم الصيادين هذوك داوهم قعدوا يمشوا داوهم، وهما يهضروا مع بعضهم. البغبغاء يهضر مع صاحبه يقول له شوف راه مداونا خلاص، ودركا كيفاش راح نديروا، كيفاش راح نعيشوا، خلاص وكامل. من بعد واش يديروا هذوك الصيادين؟ شافوهم شابين، شافوا هذاك الزوج تاع البغبغاء شباب بزاف، داوهم راحوا باعوهم الواحد اللي يفهم بزاف في هذه الانواع تاع البغبغاء. قال هادو راح نجيب بهم انايا ثمن جميل، ثمن كبير. راحوا لمن يبيعهم؟ باعهم لقصر الملك. داهم الملك، كيداهم للملك كهدية عجبوه. قالهم هادو تجيبوهم قدامي، ديروا لهم بلاصة وين تحطوهم هكذا جميلة، وتعطوهم كاع واش يسحقوا، لازم تعتنيوا بهم، تعطيهم الماكلة اللي يحبوا كامل، يقعدوا قدامي برك هكذا بنزهاب الألوان تاعهم وكامل. شوفوا، قال له كنا نجري طيلة اليوم باش نكسبوا قوت اليوم، وشوف ربي سبحانه كيفاش دركا جابنا لهذا القصر هذا، وين راهم متهليين فينا، وين يعطونا كامل الماكلة تاع اللي ناكلوها كامل بلا ما نتعبوا. عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هي عليك أن تتحلى بالصبر، فالصبر مفتاح الفرج، والحال لن يدوم والشدة لا تزول. برافو 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 أرنوبة، برافو برافو. أحبائي دائما الإنسان يتفاءل خير،
تفاءل خيرا تجده. الإنسان دائما لازم يكون صبر أحبائي يا أخي. يلا معايا. إذن أحبائي الإنسان عليه بالصبر، الواحد ما يفقدش الأمل لأنه رحمة الله واسعة واسعة. بعد ما كانوا كل يوم يروحوا يتعبوا باش يسيبوا قوت اليوم تاعهم، ربي جاب لهم الرزق تاعهم ولو قاعدين في بلاصتهم ويخدمهم يعطيهم الماكلة وكامل بلا ما يتعبوا. إذا الإنسان دائما يكون عنده الأمل، دائما ما يفقدش يتقرب من الله ولا يفقد الأمل يا أخي. أحبائي كان واحد الفقرة جميلة، في كل مرة نتعرفوا على مدينة من الجزائر الحبيبة. اليوم خلود بنتي راح تعرفنا بمدينة البليدة. تفضلي خلود بنتي، تفضلي تصفيق عليها، تصفيق تصفيق تصفيق. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. مدينة البليدة هي تصغير لكلمة بلدة وتلقب بمدينة الورود، تقع شمال الجزائر، يحدها من الشمال الجزائر العاصمة، ومن الغرب تيبازا، ومن الجنوب ولايتي عين دفلة والمدية، ومن الشرق البويرة وبومرداس. تبلغ مساحة البليدة 1575 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 1,2937 نسمة، تضم 10 دوائر و25 بلدية. تشتهر بمنتوجاتها الزراعية، فهي مدينة الخضر والفواكه المتنوعة، وتتميز بكثرة الورود المختلفة، وتشتهر بإنتاجها لمستخلصات الأزهار. للبليدة عدة معالم أثرية نذكر منها: قصر عزيزة، مسجد الحنفي وابن زيدون وزنقة البي، وكذلك حي دويرات أو ما يعرف بقصبة البليدة، بالإضافة إلى جبال شريعة الخلابة. شكرا 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 خلود بنتي، شكرا شكرا. إذا مدينة البليدة المدينة الجميلة، السهول المتيجة أحبائي والشريعة الجميلة. يا أخي تحبوا البليدة؟ جميلة مدينة الورود، لازم تزوروها اللي ما زارهاش يا أحبائي، مدينة رائعة رائعة رائعة. أحبائي الحقنا دركا لفقرة الرسائل. في هذه الفقرة هذه عمو يزيد راح يقرأ الرسائل تاعكم اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com، بالضغط على زرار آراء وملاحظات وجابهم لنا ساعي البريد صديقنا. إذا طاطا فيفي جيب لنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش نقراوهم. شكرا 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 طاطا فيفي، شكرا. إذا الرسالة الأولى، الرسالة الأولى مع عند بالطاهر إسماعيل 11 سنة مدينة تيارت الجميلة. قال لك أحبك يا عمو يزيد وأريد المشاركة. إذا بالطاهر إسماعيل 11 سنة مدينة تيارت، مرحبا بك وليدي. ما عليك إلا تسجل عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com ورايحين نكلموك باش تجي تحضر معنا في هذه الحصة كما أصدقائنا. الرسالة الموالية، بشرير بسمة 12 سنة مدينة الجزائر، بالضبط من بير خادم. قلت لكم أنا بسمة أحبك جدا يا عمو يزيد وأريد الاشتراك وشكرا. إذا بشرير بسمة بنتي مرحبا بك كذلك. الرسالة الموالية، الوافي تسنيم 14 سنة مدينة عين لحجل ولاية المسيلة الجميلة. قلت لكم أنا أحب عمو يزيد كثيرا وأتمنى له طوال العمر والحياة السعيدة وأتمنى أحضر برنامجك. إذا الوافي تسنيم بنتي عمو يزيد سوف يسعد، يكون سعيد جدا 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 كي يستقبلك هنا في البرنامج. تحياتنا لكل ولاية المسيلة وناس عين لحجل. الرسالة الموالية، فشيت نوها 10 سنوات مدينة العمارية ولاية المدية. يا سلام. قلت لكم أنا تلميذة في قسم السنة 5، تلميذة مجتهدة وأحترم معلمتي كثيرا، كما أطيع والداي اللذان يسهران على تربيتي كما أنت توصين دائما.
عم يزيد أنا أحبك كثيرا وأحب كل حلقاتك والأغاني الهادفة التي تغنيها وحكاياتك الجميلة والمعبرة. أمنية حياتي هي المشاركة مع أختي العزيزة زهرة في تصوير حصة من الحصص. إذا فشيت نهى بنتي مرحبا بك مع أختك زهرة كذلك وناس العمرية كامل ولاية المدية. شكرا على هذه الرسالة الجميلة. شكرا أحبائي شكرا. الرسالة الموالية. داوي سندس 4 سنوات مدينة برقي الجزائر العاصمة. قلت لكم لكثرة المشاهدة للبرنامج تريد سندس أن تقوم بعيد ميلادها 6 في حصة عمو يزيد. مرحبا بك سندس بنتي، سجلي عبر موقع الانترنت عمويزيد.com وإن شاء الله سوف نستضيفك هنا يا بنتي. أحبائي رسائل جميلة وأنتم كذلك تقدروا ترسلونها عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا. لحقنا دركا للجواب عن اللغز. أخت خالتك وليست خالتك، من تكون؟ تعالي تعالي بنتي أروحي تعالي. عرفتوا كاع الجواب؟ روحي منا بنتي، روحي منا روحي منا. واسمك بنتي؟ إيلين. إيلين شحال في عمرك إيلين؟ 9 سنوات. 9 سنوات وشاطرة في الدراسة؟ إيه. شحال جبتي المعدل؟ 9.50. واو 9.50، تصفيق عليها تصفيق عليها بنتي تصفيق عليها، برافو برافو. واش هي الإجابة؟ أمك. برافو 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 بنتي، شاطرة شاطرة. إذا أخت خالتك وليست خال، ماهيش خالتك، إذا هي أمك. يا أخي أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. شكرا شكرا. إذا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة على شطارتك. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي. شاطرة شاطرة بنتي، شاطرة شاطرة. الله يبارك الله يبارك. إذا أخت خالتك وليست خالتك، هي أمك يا أخي. إذا أحبائي وأنتم كذلك اللي جاوبتوا على اللغز عمو يزيد راح يتصل بكم عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com. أحبائي في كل حصة نستقبل طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده هنا معنا، والاحتفال بعيد ميلادك معنا هنا ما عليك إلا ترسلنا ب5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة، الرمز البريدي 16062. اليوم معنا العلالي دعاء 10 سنوات. تفضلي بنتي تعالي تعالي بنتي. تعالي بنتي روحي 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 روحي. إذا احنا نغنوا للعلالي دعاء عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. يلا غنوا معايا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا
يقولوا وجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا وجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة شكرا. إذن بنتي عمو يزيد يشعل لك شمع وانتم يا أحبائي ما تقربوش كامل النار، الكبار هما اللي يشعلوا لكم شمع أحبائي، ما لازمش تشعلوهم وحدكم، نخافوا عليكم ونحبكم ما نحبوكمش كامل تتحرقوا يا أخي، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمع. إذن يلا كاين شوية تاع الريح ما حبيتش تشعلوا، ولكن حنا نديروا دركا العد التنازلي لدعاء بنتي كامل له 10 7 4 واحد طفي لنا الشمع. برافو 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 بنتي برافو برافو. اذا اعطيني بنتي اعطيني الهديه تاعها، حنا نبداو نعطوا لها الشهاده. اذا لعلى لدعاء هذه شهاده شهادة تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم يا أحبائي كامل كامل رايحين تكون عندكم شهادة كما هذه كل واحد باسمه باش تحتفظوا بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. يا أخي أحبائي شكرا عمو يزيد. العفو بنتي العفو، هذه شهادة وهذا هذه الهدية تاعك نروها لأصدقائنا. إذا بما أنها رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة إن شاء الله تستفادي بها. هاي لك هنا هكذا أيوة. وأنا ما بقى لي إلا أقول لكم بقوا على خير، استنونا في نفس التوقيت أحبائي، نحبكم سلام. يلا غنوا كامل معايا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع